بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم بإذن الله تعالى عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخ دهلي بجن إن شاء الله الله نمزن بلن فأغمرنا صلى الله عليه وسلم من قنق نماز القرآن وغطو الرسول سوز ليمس. الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يخرج من بيته وهو جاهز للصلاة، يعني يتوضأ يخرج جاهز للصلاة، يعني لا يؤخر الوضوء مثلا إلى المسجد. أصلدا أدم نمازغا çıkanda uydan taharet edip çıkışı lazım aslında. Yani mescide girip taharet almazdın, uyda taharet edip uyda namazga tayyarlanıp çıkış bu asıl dedi şeyh. Yelbes ahsana thiyab. En yakşı kimlerini kiş gerek. Yemşi ila mescid au yarkab la işka. Hem de mescide üzümünü barandu ya ki bir nesge oturup barandu. Buna da hiç kana bir çoğun mesele yok. Vel meşi afdal. Lakin üzünün putuda yanıp basa bu yakşırak oldu. Lakin yemşi ila mescid fi sekine ve vakar. Fi sekine fi الهيئة وقاف الحركات. نعم. هم شنو هذا مش طبعا ده تنش لقطة ألدرماي بديش لازم ليش؟ يعني ما معنى هذا؟ بنا ما نسني ما. يعني يخرج إلى المسجد لا يأتي إلى المسجد وهو هرول يجري. بنا ما نسي أجر هذا مش تشخصا جبرة بمصلح كريك. أو يكون مثلا مشمر يرفع ال. ياكي أزدم كيمرني تابت مثلا عشان أقول بمصلح كريك ده. أو مثلا لا يأتي المسجد ويتكلم في الجوال بصوت عالي أو أكثر من التفات أكثر من الحركات. ياكي مش قباغندا تليفون وسوزلا ياكي وياكي بوياكي كوب قراب عشان أخبره كل مصلح لازم ده الشيء. نعم. هذا قبل أن يأتي إلى المسجد يتهيأ للدخول المسجد. فما بالنا إذا دخل إلى المسجد لابد يكون في عدم رفع الصوت في احترام هذا المكان. Bu hem dediğimiz mescide girişinin aldığı da bulunan işler. Yani bu hem edeple mescide girişinin aldığı ki edeple. Ama eğer adam mescide girse o tekimi köpürek edeplik buluş gerek. Üzünün avazını kötürmesi gerek. İza vasal el mescid yukaddim fil dukul el rejil el yumna. Eğer adam mescide yetse birinci mescide 10 putunu 10 putu bilen kırdı. يقول الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هم شنو أغلب أغمر من صلى الله عليه وسلم من كل جن دوامه وقيده. يترك الدنيا خارج المسجد لا يدخل بالدنيا إلى داخل المسجد. هم مسجد كرجن ده دنيا أنا مسجد نمتيش ده قوي مسجد قا دنيا بلن بلا كرميدو ديرو. يحرم البيع والشراء في المسجد. مسجد إلم سيتم حرام بلدو إلب ساتسا بوميدو. البحث عن المفقودات الأشياء الضائعة. Hem şunda aklına jütüp gerken nesilerini miçitte izleyip ya ki miçitte ilan kılıp kısımı bulmayı da oluyordu. السب, الشتم, الغيبة, النميمة, الحديث عن السياسة مثلا, عن الحكام. Hem şunda aklına siyasa doğruluğu gep kılıp ya ki unutulup, ya ki gaybet kılıp, ya ki gep toşup bu hemen nesilerini miçitte bulmayı da oluyordu. Naam. İza dekhal ila al-mescid, yandur, İza kanat as-sala qad uqimet, yani dekhal al-imam fi-s-sala. Miçitke kırken de eğer imam namazını başlap olgan bolsa, ماذا يصنع؟ نمقلده. يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام قائم راكع ساجد حتى ولو كان في التشهد الأخير. أن برينشي هذا مش تكرب إمام نماز وقت قن الله نكرسة تكبيرة الإحرام يعني نماز كريش تكبير نيتب ما إلى إمام قندا خالد تبوسون شو حالات كقط نشدو إمام ركوع دا بوسا ركوع قط نشدو سجدة دا بوسا سجدة قط نشدو. نعم فإذا أدرك الإمام قائما أو راكعا يكبر وتحسب له الركعة. أجر آدم مثلاً إمامني ركوع قلشنا على ده يا كي ركوع قلبات كان حالة تقصرتها تكبير قلب نماذج كردو هم بوركات منغا حسابلندو يعني عشر ركعات نوقعان لك بقول حسابلندو. يصلي مع الإمام إذا انتهى الإمام فرغ من صلاة يقضي الذي فات. أجر ده بعض بركات له بعض بركات له جو الجرامة قام بوسا إمام سلام بيرقعان يمكن قوب عشر ركعات لنا وقوالدو. نعم وإذا دخل إلى المسجد ووجد الصلاة أنها لم تقم بعد يعني الإمام لم يدخل في الصلاة ماذا يصنع؟ أجرد أدم يشكر إمامنا نماز بشر مغلقان كيسة وقت ذا قنا قلده يتقدم إلى الصف الأول برينش سبكة وتشكى ترشدو الرجال الأصل أن يتقدم إلى الصفوف الأولى والنساء يتأخروا في آخر الصفوف أسلد أركشلا برينش سبلاجة
Ахирисман болуш лазым, яны биринчи сабледе намаз окушка хирисман болуш лазым. Амма аялла кесек аялла ахыркы сабледе турушка тиршиш керек. Иза кан ли хазихи ас-сала сунна каблия, мисал сунна салат аль-фаджр, йадхул йусалли ратибат аль-фаджр, сунната аль-фаджр. Наъм. Эгер шу окуймакчы болган намазынын бишиде бирге бир сүннәт болса, мишка кирип аш сүннәтне өтөйдү деди шейх. Яны мисалан эгер да бамдат намазы кирсе, бамдат намазынын алдыркы 2 рекат сүннәтне өтөйдү. Ва иза кан лейса ли хазихи ас-сала мисалан сунна каблия ка салат мисалан аль-магриб мисалан, ماذا يصنع؟ يتقدم للصف الأول ويصلي تحية المسجد. أجل ده مثلاً نمازنا عالدة كي سنة بومسا يعني مثلاً شام نماز أخشاش وقت ده برينش سبك يوتوب تحية المسجد يعني مسجد حق نمازنا يوتيدو شنو بلان شنو نمازنا يوتيب أوتردو لا يجوز له أن يجلس قبل أن يصلي ركعتين إشكالك تحية المسجد يوتمي كي ومن قال أوترش جايز أمس يعني بومايدو ويخطئ كثير من الناس هدانا الله اياهم في انه يبقى في اخر المسجد او يظل يتكلم او يرفع الصوت او ينظر في الامام او يتنحنح نعم بس بر ادم لا مش تكرجان ده بس بر خطا ايشلان قودو شو خطا ايشلادن مثلا برنش سبك اوتماي بيشنن اخر دو اوتردو ياكي اوازن كوتروب سوزليدو ياكي بومسا يعني شنقلا اوزنن جيلين قيقب ادم لاجي باشقا ادم لاجي ارام بميدو قبل ان يدخل في الصلاه لابد ان ياتي بشروط الصلاه عندنا شروط لابد ان ياتي بها المسلم قبل الدخول في الصلاه نعم نمازга кирмекчи болган адам эң биринчи намазнын шартларын ада кылыш керек намазнын шартлары бар у шартларын һәр бир адам намазнын алдыда ада кылып толуклап аны кийин намаз окуш керек الشرط الاول الاسلام эң биринчи шарт мусулман болуш فلا يصلي الكافر كافر نماز اوقمايدو لو صلى الكافر صلاته باطله حتى اگر كافر نماز اوقسمو اونن نمازي بيكابولودو صلى من يسب الرب اگر مثلا الله تعالى نتلايدغان بيرسي نماز اوقوب قالسا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ياكي پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم من يستهزئ بالدين ياكي اسلام دين بلان اسلام دينغا مسخره قيلدغان بيرا بيرسي نماز اوتوب قالسا من يطوف حول القبور مثلا او يسجد اليها ياكي قبرلارني تواب قليب قبرلارغا سجده قيلدغان بيرا بيرسي نماز اوقوب قالسا من يذبح للجن ياكي جنلارغا قربانلي قيلدغان بيرسي اوتوب قالسا لابد ان يصلي المسلم المسلم غير المشرك فلو صلى المشرك فصلاته باطله اذا لابد ان نهتم بالتوحيد وناتي به ونحذر من الشرك شنوغا اوخشغان адамларнын кафирларнын намазы бика болду шунун үчүн намазды мусулман адам окуш лазым һәм кафир яки мушрик окуса унун намазы бика болду бунундан билишибиз керекки биз тавхиднын неме экендигин һәм шундайча ширкнин куфрлыктын неме экендигин билишибиз керек فاذا كان قد وقع في الشرك حتى لو كان الشرك هو الشرك الاكبر يتوب الى الله سبحانه وتعالى من هذا ويرجع الى الله سبحانه وتعالى ويصلي فتكون صلاته صحيحه باذن الله. مثلا اگر адам чоң ширикке түшүп калган болса, намазынын алдыда биринчи тобо кылып, Алла Таалага кайтып, анын кийин намаз окуса, унамызы дурус болду. نعم. الثاني العقل فلا يصح ان يصلي المجنون. Намазынын шарттарынын экинчиси акыл болмак. Яни адам акылы болуш лазым, акыл болуш керек. Әгер де намазны мәҗнун бирсе, сараң бирсе өтеп калса, уның намазы дурыс булмайды, бика булды. Уамин баби аула ас-сакран, ла тасах салат ас-сакран. Шунда кына мәс адамның намазы техиму джайз булмайды, яни бика булды. Фалан ха хаза ан шурб ал-хамр ва намру бис-сала, ай аллази яшраб ал-хамр, ас-сакран. Әгер бире бирсе арак ичип аткан булса, без уның беренче харакны токтотышны буйрып, андан кийин намаз өтәшкә буйрыйбыз. Ва هل تصح صلاة الصغير؟ كيچик балдардын намазы дурус боломду, болмомду? إذا كان يميز ويفرق بين الأشياء فصلاته صحيحة. Эгер кичик балла фарклендируш ишига айткан болса, тамиз ишига айткан болса, намазы дурус болду. كيف نعرف أنه يميز؟ Кандай кылып бунун фарклендируш немесиге айткандыгын биле алабыз деди шу. يعني تقول له مثلا اجلس يجلس قم يقوم. يعني أن هذا ماء وهذا نار مثلا. Эгер да балга قوب دسا قوب على دغان قطع دسا قطر على دغان بوسا سو بلن قطن عرسن برقلن در على دغان بوسا عشو بلا
farqlandirish yishiga yetgan bo'lib hisoblandi. Na'am. Fal mumayyiz allazi yufarriq bayna al-ashya salatu sahiha. Shuning uchun mumayyiz, ya'ni tamyiz yishiga yetgan, farqlandirish yishiga yetgan bolalarning namozi durust bo'ladi. At-tamyiz g'ayr al-bulug. Tamyiz yishi degan balog'at yishi bilan uning farqi bor, ya'ni ishkilisi bir gap emas. Ula bud min niyya an takun as-salah hadi niyya khalisa lillah subhanahu wa ta'ala. Tanwi biha annaha lillah subhanahu wa ta'ala. Na'am. Ham shunda qala namozning shartlaridan niyat. Ya'ni odam namozning oldida mushu namozni xolis Alloh uchun va o'tash niyati bo'lish kerak. Va niyya mahallaha al-qalb va at-talaffuz biha an-nutq biha bid'a. Amma niyatning o'rniga kelsak, uning o'rni yurak. Uni til bilan etish bid'at bo'lib hisoblanadi. Na'am. Aydan labud min رفع الحدث الأكبر يرتفع الحدث الأكبر بالاغتسال والحدث الأصغر يرتفع بالوضوء فلا يصح أن يصلي بغير وضوء هم شو نقل أدم نمازنا شرطلردن تهارت سيزلكني كötürmek يعني تهارت سيزلكتن باكزلمك أجر أدم çok تهارت سيزلكتا بوسا غسل إلب باكزلندو أجر أدم كشك تهارت سيزلكتا بوسا تهارت إلب باكزلندو يعني مثال مثلا لو صلى الان خرج منه مثلا ريح مثلا او مثلا اكرمكم الله بال ولم يتوضا وصلى فصلاته صحيحه باطله مثلا اگر адамның йили чиқиб кеткан болса яки мәсәлән кич хаҗитны өткизгән болса уныңдан кин намаз өтсе уның намазы бика булды дурыс булмайды او مثلا يكون مثلا يعني خرج منه البني ولم يغتسل وصلى فصلاته باطله Яки мәсәлән, мәни чыгып булганнан кин гусл алмай намаз окса, уның намазы мы дурыс булмайды, бика булды. Нәм. Ва кәзалик лабуд мин изалати нәҗаса ан саласати ашя. Лабуд ан изил ан нәҗаса ан саласати ашя. Нәм. Шунда кыла намазның шартларыдан нәҗасатны 3 нәрсәдән пакламак. Лабуд мин изалати нәҗаса мин ала албадан. Үзенең тенеден нәҗасатны пакламак. Ва ала ас-сауб. Һәм шунда кыла киемдән وعن المكان اللي يصلي فيه. هم شنو دخله نماز اخ ماكش بوغان جيدن. فلا يصح ان يصلي في مكان نجس او على ثوب نجاسه او على بدن نجاسه وهو قادر على ازاله هذه النجاسه عالما بوجودها. شنو چون اگر ادم özünün tenida yoki kiyimida yoki oqmoqchi bo'lgan namoz oqmoqchi bo'lgan joyda nijosatning borligini bilib turib uni elishqa qudrati bor turib namaz oqsa namozimiz durus bo'lmaydi. Na'am, ulabud min satr al-awra aw akhd kamil az-zina fi as-salah. Shunda qa namozning shartlaridan avratni yopmoq. Fa la sahha an yusalli makshuf al-awra. Shuning uchun agarda avrat ichilib qolgan holatda namoz oqsa, namozimiz durus bo'lmaydi. Al-mar'a al-hurra al-baligha. Hur ayol, balog'atga yetgan hur ayol labud an tastur jami' al-badan. Butun badanni yopmoq kerak bo'ladi. Ya'ni butun badanni yopmoq. Illa al-wajh wal kaffayn. Faqat o'zining yuzi bilan o'zining qo'lini ochsa bo'ladi. Amma ar-rajul yastur min as-surra ila ar-rukba. Amma erkak kesak ula bo'lsa kindikning tizg'ichi bo'lgan yani yopadi. Ma'a istihbab satr al-atiqayn wa akhd kamil az-zina fi as-salah. Va ham shundaqla erkakga mustahab bo'lgani o'zining mo'rlarini yopmoq, ham shundaqla namoz uchun to'liq zinnatlanmak. Ula bud min istiqbal Ka'ba min istiqbal al-qibla. Shunaqa namozning shartlaridan qibliga yuzlanish, qibla tarafga. Na'am, fi kull salah, fi al-fariida wa fi an-nafila wa fi al-hadar wa fi as-safar. Har qanday namozda, mayli farz bo'lamdi yoki nafil bo'lamdi, mayli safarda bo'lamdi yoki uyda bo'lamdi, har qanday namozda qibliga yuzlanish kerak bo'ldi. Na'am, wa la bud min dukhul al-waqt. Ham shunaqa namozning shartlaridan namozning vaqtining kirishi. Fa la yasihhu an yusalli qabla al-waqt. Shuning uchun namozni vaqti kirishdan burun o'qisa durust bo'lmaydi. Va yahrum ixroj as-salat an waqtiha. Ham namozni o'zining vaqtidan chiqarish harom bo'lib hisoblanadi. Na'am. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allohumma salli wa sallim. Fi su'al